أعزائي المواطنين، ساكني عالم أحمد سنوسي، برحب بكم طبعا كلكم. والنهاردة جاي نتكلم على سواقة الستات، الشيء الأكثر فتكا من سم الأفعى الكبرى في الوطن العربي والأوطان المجاورة. اتفرج كده معايا على الفيديو. بص، في واحد هيطلع من تحت الترابيزة دلوقتي يقوم يشوف في إيه. دي واحدة ست دخلت في شلة شباب قاعدين على القهوة فشلكتهم. بص، حاجة فشيخة جدا والله العظيم. تعالى بقى نشوف بقى المشهد الجميل ده. دي واحدة ست طبعا لسه يعني هتظهر في آخر الفيديو إن شاء الله. بص كده، هنترجم مع بعض. بص، باب مفتوح والشنطة مفتوحة والدنيا زي الفل، وخبطتهم ومشيت عادي. ما المشكلة، واحد اتخبط وأنا أنا مالي؟ بص بقى، يعني تسيبهم وتمشي؟ لا، طب استنى عشان في حتة ما اتخبطتش، راحت راجعة له تاني مدشملة له الدنيا. طبعا ده شاب جاي يجري، فتح الباب وداس على الفرامل وداس على كل شيء المفروض يدوس على وشها هي كمان، بس يعني الحمد لله ربنا قدر ولطف. طبعا هي بتنزل، ايه ده، في ايه ده. الاستاذه بقى اللي سايقه العربيه الصغيره الحلوه دي بقى ماشيه بمبدأ جميل جدا، اللي هو ايه، البعد عن الناس غنيمه. يعني هي ابعد عن الناس، ويعني خلاص كده ابعد عن الشر وغنيله، ما لكش دعوه بحد. الدنيا كلها واسعة وبسم الله ما شاء الله، وهي هتروح تركن في قارة تانية غير الحتة اللي احنا عايشين فيها والبلد اللي احنا ساكنين فيها. انا هركن بعيد عشان محدش يخربش العربية اهو. بس خلاص، هوب، انزلي يا حاج. خلاص، تعالوا بقى نتفرج على رد فعل الراجل الخبرة لما يبقى ماشي في حاله كده ويلاقي ان واحدة ست عملت حادثة. بصوا، هي خبطت دشملت العربية، هو بص وكمل طريق، ماليش دعوة. تعالوا بقى نشوف المصريين عملوا ايه. دي بقى اللي قدام، دي خناقه شغاله في احد الشوارع المصريه، وبيقنعوا الست اللي قاعده في العربيه دي ان هي ده طريقهم، وهي ترجع. فهي تقول لهم لا، ارجعوا انتوا، ارجعوا ورا، يعني طريقكم منين؟ ماليش، عرفني. في واحد بقى اللي هو مراقب المباراه دي قاعد في الخلفيه بيقول لهم ايه، ما واحده تيجي هنا. دول بيمثلوا يعني، ولا دول بيعملوا ايه، ولا في حاجه مش مظبوطه؟ صح، بيمثلوا. ها، مثلا انا بقول لها كده، والله تعالى ده مراقب المباراة، يعني الخناقة تبقى دايرة وهو بيدير المباراة من ورا كده، يعني عامل فيها فريرة، يعني حركوهم، غيروا دي مكان دي أهو. الستات تفضل تنزل من العربية دي تركب العربية، تنزل من العربية دي تركب العربية، والناس بتحاول تقنع ومفيش إقناع طبعًا، يعني سبحان الله، ما ربنا يهدي يا رب. إيه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. يا خبر اسود، يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات.